متشكر جدا 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 جدا، كانت حلقه جميله جدا. انا انبسطت جدا، والكوكتيل بتاعك يجنن، وانت نورتينا واطربتينا. انت بجد الف مبروك يعني على البروجرام وعلى الديكور رائع. وعلى الفكره كلها تجنن. ربنا يخليك، اشكرك ولسه فيه وممتعه جدا. الهديه بتاعتك هنا لسه ممتعه. الله، ايوه الكوكتيل بتاعك حضرتك. الكوكتيل تحفه. اوكي طب ايه نعمل ايه؟ اكتب ايه؟ هنسمي ايه بقى؟ هنسميه ايه؟ عايزين نسميه اسم، يعني اسم حلو كده. كوكتيل يعني انت اللي تقولي بقى. انا كوكتيل لزوزو مثلا. كوكتيل لزين مثلا كده. ولا يعني نسميه، بس في حاجات كبيره قوي. كارمن وزين ومصطفى. العائله زين الكوكتيلات. ماشي، ايه رايك؟ انا والله حلوه جدا. زين ايوه زين الكوكتيلات. ده احلى كوكتيل. وزين لما يكبر يعرف الاسم، مش كده؟ حلو قوي. كمان من هنا. وهشام هنا. ونوريه بقى تحفة. ايه؟ الله الله. وريه بقى للناس بقى كده عشان ايه؟ ايوه حلو جدا. كارمن يا جماعه مدينا كوكتيل هايل هايل هايل، ونورت لنا وغنت لها، وكانت ضيفه جميله وزي العسل. نحيي كارمن تحيه كبيره قوي قوي قوي. واستنونا في حلقه جديده من شيف كوكتيل.